المشكلة سيدي احنا عندنا هاد العمارة تقريبا هي تاريخ بالنسبة كتعتبر هي أيقونة ولا يقوتة ديال ساحة محمد الخامس بجانب المسرح الجديد اللي كننتظروه بواحد الطريقة كبيرة. هاد العمارة أنا مدة 36 سنة وأنا ساكنة فيها، ولكن منذ 2002 جا واحد السيد ما عرفتش كيفاش بعدا تنتخب ولا عملوه، ماشي مشكلة، ولكن من عادك الوقت ما تيقومش بالصيانة ديال العمارة، يعني هملها لواحد الدرجة لا تتصور. واحد الأموال طائلة كتدخل لنا في العام، ما يقارب تقريبا واحد 50 مليون على الأقل في العام، ولكن ما عندنا حتى شي فكرة على هاد الحسابات ولا على التسيير. هادشي كله ما كانش كيهمنا، وفعلا هادي واحد سنتين ولا ثلاثة سنوات لاحظنا الشق كاين في العمارة، وجات الشركة ديال ال بي دو زو دارت دراسة، ولكن السنديك ما قامش بالواجب ديالو، وحنا حاولنا اننا نحاولوا الاجتماع باش نغيروا السنديك، هو كان ديما تيوقف لنا تيعمل لنا سد، ما كيشارك حتى واحد، اجتماعات ما كيناش. والدليل على هذا انني انا رفعت دعوة كاينة عند المحامي حاليا وفي المحكمة، وهاد السيد هذا عارف بان العماره غادي تنهار ومشقوقه، فما دار لنا حتى شي حاجه. ودابا ملي حضرت السلطات المحليه والاشياء كلها بعد ما طاحت هاد الدار، شي زلزال تنسميه انا زلزال وقع، لان دابا حنا راه غنخرجوا من الديور ديالنا ما عرفناش فين غادي نمشيو. السلطه راه دابا كتاخذ اجراءات باش غادي تجلينا من هاد الدار، وهاد السيد هذا اللي هو سنديك ما بانش، لان في الحقيقه لو كان جا خصو يتعتقل، لانه هو المسؤول الاول خصو يكون باش يعطي بيانات في مكانين للسلطات وغيره. دابا حنا كنستناو القرار ديال السلطات. كاين السيد العامل ديال انفا مع رئيس الدائره مع رئيس الجماعه مع المجموعات اللي كاينين، راه دابا حاليا تيديروا اجتماع في هاد المكاتب ديال المسرح. وطبعا بالنسبه للابناك والشركه راه خلاوهم لان خرجوهم، والكراج خوهم السيارات، ودابا حنا كنستناو القرار ان خصنا نخرجوا، ما عرفناش فين غادي نخرجوا فين غادي نمشيو. هادشي اللي كاين دابا حنا كنستناو السلطات اش غادي تعمل معنا، واش غادي تعطينا شي مكان فين غادي نمشيو، ولا كل واحد يمشي عند عائله ولا عند شي حد، لان هادشي راه كيطلب وقت باش تكون هاد الصيانه، راه على الاقل خصها واحد 3 شهور شهرين على الاقل. وانت كما كتشوف انت صورتي طابق 11 وال10 وتسعود وثمانية، وانا متواجده في الصندوق في الطابق السابع اللي هو امامكم كله مهرس، وحنا دابا واقفين كنستناو السلطات شنو غادي تعطينا الامر بالاجلاء فين غادي نمشيو.